التفاصيل وهذه الكل نعرفوه من عند ضيفنا اللي معانا الآن عن طريق الهاتف اللي هو سي منير بن تيشة. مرحبا بيك، نهارك طيب، أهلا وسهلا. مساعيد صباحا نور النسيق، إن شاء الله يومك أسعد الأيام. في كلمتين نقدموا الجمعية هذية لمستمعينا سي منير. جمعية وسط أمل هي جمعية ذات صبغة اجتماعية كونت عام 2020. الهدف متاعها كي تكونت كانت باش نعاونوا تونس في الكوفيد، وهذاك علاش كونناها في عام الكوفيد. بعد خدمنا على أنشطة اجتماعية محلية نظرا أنه الجمعية هي جمعية صغيرة. اليوم حلمتنا كيف وحبينا نعملوا حاجة على المستوى الوطني أكبر برشا من محلي. ذلك علاش نطلقنا مشروع حق نعيش، اللي هو مش بشي مثل 30 امرأة كما تفضلت كاتك، وبشي مثل 50 أرملة تونسية. 50 أرملة، نعم، 50 أرملة تونسية أم لـ 120 طفل فيه. الهدف متاع المشروع متاعنا إنه نوصلوا الخمسين أرملة هذوما نعملوا لهم مورد رزق بعوض ما نقعدوا نعاونوا فيهم بإعانات موسمية ولا ظرفية، يبقى نعطيهم مورد رزق يخليهم يكونوا هما عندهم استقلالية المادية نتاعهم. هما من كامل ولاية الجمهورية الخمسين امرأة هذوما؟ والله توا الخمسين امرأة موجودين عنا هما من أربع ولايات. من أربع ولايات، نعم. ويخدموا هما في المرقوم التقليدي؟ لا، بهمش يخدموا في المرقوم التقليدي. 50 امرأة هذوما هما انسي تريهم القاري وفيهم المكامات شغليته، لكني كلهم عندهم الرغبة في انسي مشروع ساري. نعم، حكيوا على ميكرو بروجي صغير، معناها سيت كوميرسيال ولا حاجة اللي نجموا به هو نجموا نعاونوا به. انتم قررتوا مش تعاونوهم بالقيام بماراثون كامل، هو ماراثون شراء المرقوم التونسي. البادرة ياسر محليها، لأنه اثنين في واحد نضربوا عصفورين بحجرة، نعاونوا نساء هذوما ثلاثة ديما بالناقص. أنا شبين يا أخي، علاش الاثنين اللي أنا فقت بيهم أنه نعاونوا الأرامل هذوما مش يربيوا أطفالهم، والحاجة الثانية الروجوا للمرقوم التقليدي متاعنا، والثالث يا سيدي العصفور الثالث. كي نجيو نحكيو على الأطفال العصافرة نضربوهم، أول حاجة باش نعملوا المرأة التونسية الأرملة اللي هي معناها تحق الإعانة باش تولي عندها مورد رزق، باش تحل هي مورد رزق لغيرها، خاطر اللي هي باش تعمل مشروع صغير باش تحق معها عباد يخدموا معها، وهذا يفتح الأبواب التشغيل اللي باش تحلوا هي. المرقوم التونسي وتسويق لصورة تونس في الخارج كمجتمع متعاون وينجم يعاون روحه بحاجة تقليدية وحاجة تاريخية وحاجة عندها بالغ في العالم. وثاني حاجة 300 المرأة اللي هم يخدموا في المرقوم اللي هم بالحق في أمس الحاجة للتسويق هذا. كيفاش مش يصير الماراثون في دقيقة تاو؟ مش تقول لنا كيفاش مش تصير العملية من وقتاش لوقتاش؟ العملية هو عملية بيع عبر الانترنت. الجمعية بتوفر موقع ويب للعملية التشهيرة. اي باش نحلوا لايف من نهار السبت من 8 تاع الصباح، نهار السبت 8 جوان من 8 تاع الصباح حتى نهار الاحد 8 تاع الصباح. الهدف نتاعنا هو انه نلموا اكبر عدد ممكن من التونسيين بالخارج والعباد اللي يحبوا تونس بالخارج انهم يدخلوا على المنصة هذه ويشريوا المرقوم التونسي. الفكرة ممتازة، والهدف متاع المشروع أن نوصل نبيعوا 10,000 مرقوم تونسي في 24 ساعة. أنا مش نرجع لك سي منير السبت الجاي، هكيك يكون عنا العنوان متاع المنصة، وهكيك نزيدوا نذكروا الناس وخاصة مواطنين بالخارج كيفاش ينجموا يشاركوا، كيفاش ينجموا نروجوا للمرقوم التونسي، وكيفاش ينجموا نشحوا المشروع هذية مش نعاونوا 50 أرملة أم لأطفال إنها تبعث المشروع الخاص بها. مع الشكر الجزيل لكم كل أعضاء جمعية وصلت أمل، وبالأمل نواصل معكم في يوم سعيد. شكرا لك سي منير، نخلي مكاني الآن رفقي بوستة. إذا أنتم مغرومين بالرياضة وأخبارها أبقوا معنا بعد لحظات المستجدات الرياضية.